من وقت للتاني بنحب نغير شوية حاجات بسيطة في البيت. من باب التجديد تقدر دلوقتي تسلط الضوء على الحاجات اللي عايز تبرزها مع جو من الإضاءة الملونة أو البيضة اللي تغير المزاج في الغرفة مع شرائط الإضاءة LED من فيليبس. بتيجي الشرائط LED في أشكال كتيرة عشان تناسب أساليب الحياة المختلفة، وبتديلك إمكانيات ملهاش نهاية من حيث التصميم. استخدم فرع واحد منها، أو ببساطة وصل مجموعة ببعضها لو كنت عايز تبرز أشياء كبيرة. بعد كده تقدر تستمتع بالمود اللي انت عاوزه. دلوقتي بقى وسع خيالك وصمم الإضاءة اللي تعكس مزاجك وذوقك في البيت. كل اللي عليك انك تتخيل كل الأماكن اللي ممكن تحطها فيها، تحت ترابيزة المطبخ، في خلفية ساعة الحائط، ورا برواز صورة، ورا مكتبة التلفزيون، على أرفف الكتب، أو عتبة الشباك، أو على حافة فازة، أو زهرية ورد كبيرة على شباك السرير، أو ورا مراية. الإمكانيات تقريباً لا نهائية، عشان كده ما تترددش في إنك تبرز كل الحاجات اللي بتحبها مع شرائط الإضاءة LED من فيليبس. لو عايز تعرف أكتر اضغط على واحد من الروابط دي.